دعا الرئيس العليمي جميع المواطنات والمواطنين إلى الاستجابة الفعالة للحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية التي تنطلق السبت في 13 محافظة. وكتب فخامة الرئيس العليمي في تغريدة على حسابه بمنصة إكس قائلاً: عشية انطلاق الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، ندعو جميع المواطنين والمواطنات إلى الاستجابة الفعالة لخدمات الفرق الطبية حرصاً على صحة أطفال بلدنا الحبيب الذين يتحملون العبء الأكبر لحرب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. هذا وتستهدف الحملة الوطنية للتحصين التي تستمر 6 أيام أكثر من 1,267,000 طفل من عمر 6 أشهر وما دون 5 من العمر.